مدير التنفيذي لبرنامج تطعيمات ببلدية غات. طبعا اني متواجد في بنت بيا في دورة تدريبية لمطعمات في وادي الاجال بصفة عامة. بدينا من اباري فثم الغريفة فثم اللي هو بنت بيا. ورشة عمل كانت علي اللي هو السلسلة الباردة والادارة الفعالة للتطعيمات. طبعا جت الورشه هذه من منطلق ان احنا نبغى نطور من المراكز الصحيه، نبغى ايضا نخش باللي هو الموضوع الالكتروني، بحيث ان شني نطور من امكانيات المطعمات الموجودات في مراكزنا، بحيث ايضا نعرفوهم باهميه السلسله البارده في ايصال الطعوم للمتلقي بفاعليه جيده بفاعليه كويسه. فهذا البرنامج هو مجرد بدايه للي هو ورش عمل اخرى من خلال اللي هو الوصول للي هو المركز النموذجي او المركز الجيد اللي هو يقدم اللي هو خدمات التطعيمات لاولادنا ولاهلنا بصفه عامه في سواء في ربيع ليبيا بالكامل. وطبعا نشكر مركز وطني لمكافحه الامراض بتاحت هذه الفرصه بالتنسيق مع منظمه اللي هو اليونيسيف، وبارك الله في الجميع. ونشكر ايضا اداره المستشفى القروي والسيد خالد العربي مدير التنفيذي لاداره للتطعيمات بوادي الحياه، استقبالهم كان جيد. وايضا البناويت ما شاء الله عليهم فرحانات بهالورشه عمل، فنتمنى ان هذه المجهودات تكرر وتعاود بحيث ان شني تؤتي ثمارها في المستقبل، وبارك الله في الجميع ان شاء الله. توهم فعلوا حتى المفترض الصح يعني وين؟ نديروا زي توا نحطوه في الثلاجه. اش نحطوا اللي عندكم طبعا الشكل التاريخ شو يحدث عندما يتعرض المؤشر لدرجه الحراره تزيد عن هذا خدمة عرض في السنة الثانية مش عرض في الحرارة، هذا